السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم كلها طيبه ان شاء الله. وانتم كتشوفوا الحلقه ديال اليوم، هذه الحلقه في الصراحه غادي نجلس قدام الكاميرا وغادي نعاودها لكم بحال جلسه معاكم بشكل ارتجالي ومسلسل، فقبلوا عليا لانه هذا الاسبوع اللي فات كامل وفين مضرتي في الاخبار اللي كيدوروا ما بيننا هنايا في لي غروب ديال البنات ولا ديال الرجال، في لي باج اللي عندهم علاقه لا بالوراق ديال امريكا ولا اللي عندهم علاقه بالقرعه ولا اللي عندهم علاقه بالاستشارات. كتلقاو قضيه واحده اللي شادة المنبر وكتهضر على راسها، قضية ديال زوج وزوجة اللي من بعد خلاف بهم كيقول بالزوج المآل في أنه كاين في الحبس. مشكلة ماشي في أنه دخل الحبس، المشكلة في أنه تحكم عليه ب 11 عام، وهذا الشيء اللي خلى كل شيء تصدم. أنا غادي نحاول نعود لكم تفاصيل اللي حيتاش سمعت من الصديق المقرب وسمعت منها حتى هي الكلام من بعد ما طلعت في اللايف وشرحات من وجهة النظر ديالها، خصوصا أنه بزاف الناس ما فاهمينش شنو واقع كيسولوا. جاو عندي شي وحدين قالوا لي هاد القضية واش ممكن تمشي تجبدي لينا لي دوسي ديالها. أنا راه ماشي محامية، الحاجة الوحيدة اللي نقدر نجبدها هي الأمور اللي كتكون في البابليك ريكوردز. عموما غنحاول نعطيكم واحد النبذة ديال هاد القضية كيفاش دايرة بشكل موضوعي على حسب أنا ما سمعت من لايفات اللي هما قالوا فيهم المعلومات. يعني اي حاجة انا غنقولها في هذا الفيديو هي ماشي ديالتي، كاع بغيت نعطي رأيي غنخلي لكم حتى الاخير باش ما نخلط لكمش مع الجزء اللي هو موضوعي اللي انا غير مسؤولة عنه وما بين الجزء اللي كيلخص الرأي ديالي. ويلا نبداو القضية. الابطال ديالنا اليوم هما زوج وزوجة في مقتبل العمر. ما غاديش نقولوا على الزوج كبير بزاف على الرغم من انه كان مزوج من امراه اخرى في الماضي وعنده معها ثلاثه ديال الوليدات. الاسم ديال البطل او الذكر هو شعيب والزوجه ديالو اسمها فاطمه الزهراء. شعيب وفاطمة الزهراء كيقولوا الناس بانها بنت خالته، ولكن الحقيقه انه هو ولد خالت ماماها على حسب ما قالت هي بالفم ديالها في اللايف اللي طلعت فيه. عموما كينتميو لنفس العائله ومتحاضرين من نفس السلاله وكيجمع بيناتهم الدم والعائله قبل ما تجمعهم علاقه زوجيه. شعيب لم يتوفق في علاقته الزوجيه الاولى فطلق المراه ديالو بثلاثه الوليدات، ومن بعد علاقه حب دامت مده محترمه شعيب وفاطمه الزهراء قرروا انهم يتزوجوا. شعيب العائلة ديالته في الأول ما بغاوش يزوجوا بهاد البنت هادي، قالوا لي بأنه ما غتصلح ليكش ما مناسباكش. تفاصيل ديال علاش وكيفاش ما عرفتهاش وما يمكنش لي نكذب عليكم باش نزيد الدراما في الفيديو. ما تشي واحد ما عارف الماضي علاش والديه ما كانوش باغينها، ولكن هو كان كيحمق عليها وهي كانت كتحمق عليه، وكأي أسطورة ديال الحب لا منتهي اللي كيحاولوا فيها الطرفين يديروا اللي عليهم ويهدوا الصخر، شعيب وفاطمة الزهراء قاوموا جميع داك الضغوطات وتزوجوا في الحلال. شعيب كان عايش وخدام ومستقر في أمريكا في ولاية فيرجينيا، هو كان عايش هنا وهي بقات عايشة في المغرب بالإرادة ديالها على حسب ما قال الصديق المقرب ديالو وحتى هي في اللايف. الفكرة وما فيها أنه هو كان إنسان كيسوق الكاميونات، كانوا عنده ما شاء الله كاميونات، يعني الخدمة ديال السواقة الشيفور اللي كيشد الكاميونات ما بين الولايات وكيمشي أسبوع ولا أسبوعين يشد الطريق راه معروف أنها خدمة صعيبة، وكنظن ربما هذا هو السبب علاش ما بغاهاش تجي أو لا هي ما بغاتش تجي. كذلك العامل ديال الوليدات، فهما ككوبل على حسب الاتفاقية ديالهم اللي داروا بيناتهم هي غتبقى في المغرب تربي الوليدات مع أنه كانوا عندها ورقات ومسائل وكتقدر تجي في الوقت اللي بغات وكتقدر تمشي للمغرب. وهو كان خدام هنايا وكان ميسور الحال، كاع الناس تقريبا بدون استثناء عارفين بلي هاد النوع ديال الشوفور اللي كيشدوا الطريق راه كيتخلصوا خلاص مزيان ومحترم. كذلك هادشي اكدوا الصديق ديالو اللي قال بلي انه كان ميسور تبارك الله ما شاء الله عليه، وكذلك من النوع اللي كريم وسخي، وهادشي طبعا كان كيبان في الطريقه ديال المصروف عنده مع الزوجه ديالو والاهل ديالو. يعني انه ما كانش كيبخل على فاطمة الزهراء، حتى انها وحده من العائله ديالهم هما بجوج بيهم بنت اللي كتجي هو
وكتجيها كذلك فاطمة الزهراء في العائلة ديالها، طلعت لايف وقالت بأنه واحد السيد اللي عمرها دار، وقالت بأنه إنسان لي سخي، وقالت بأنه من طريقة كيفاش هما في العائلة كانوا كيشوفوا فاطمة الزهراء كيبان لهم بأنها كما كنقولوا مخنتة، متوفر لها كل شيء، كانت مستقرة في المغرب، عندها طوموبيل على ما أعتقد جيب كيمشي عندها المغرب، وهي كتجي عنده الميريكان، وأمورهم كانت غدا تمام لمدة 10 سنوات. 10 سنين دازت في الزواج، واللي هي مدة غير بسيطة نهائيا. كانوا عندهم جوج الوليدات، واحد في عمره 3 سنين ونص وواحد في عمره 5 سنين ونص. هنا غتيجي واحد النهار مشؤوم، غتبدأ بداية النهاية. وللأمانة غادي نقول لكم شنو قال الصديق المقرب ديالو وقع، ثم نقول لكم شنو قالت هي باش نتوما تقدروا تفكروا وتحلوا وتقولوا الاستنتاجات ديالكم. وطبعا غادي نقولها دابا وغادي نكررها لكم من بعد، هذا الشيء كله كيبقى أقوال اللي تقالت في اللايفات، وأكيد ومؤكد أن الخبايا اللي بين الزوج والزوجة لا يعلمها إلا الله. الخبايا اللي بين الزوج والزوجة لا يعلمها إلا الله. عموما على ما يقول الصديق بان فاطمه الزهراء ما بقاتش عجبها هذيك الطوموبيل، كانت كل مره كتبقى تزن عليه، انا ما بغيتش الطوموبيل، ما عجبتنيش، صحباتي عندهم، صحباتي كذا، صحباتي كذا. فهو كان كيقول لي زعما راه صافا هذيك الطوموبيل راه قاضي الغراض، مع انه زعما كان كيصرف، ملي كنقولوا كيصرف في الحوايج لي مارك، ملي كنقولوا لي مارك ما كنقصدوش على نايكي او لا مثلا اديداس ولا شي حاجه بحال هكا، راه كنهضروا على كوتش، كنهضروا على مايكل كورس، كنهضروا على دي مارك اللي مكلاسين غاليين، واللي راه ماشي اي واحد كيعيش في امريكا يقدر يشريهم. باش نكون معكم صريحه، زعما غتشوفوا امريكا غيسحب لكم بانه جالس كيتفطح راه هو فرنش مونتانا، راه واحد النسبه كبيره ديال المهاجرين كيضربوا التمار على قلبهم باش يقدروا يوفروا حاجياتهم الاساسيه من ماكل ومشرب ولاسيرونس وراكم والهيت والماء والضو، ويشط لهم واحد شويه باش يهبطوا للمغرب. فهاد الشيء كيعني ان الانسان الا كانوا متوفرين ليه فلوس اللي يقدر يشري بهم لي مارك ويتفطح بهم وكذا، راه خاصو يحس بالنعمه وبانها شي حاجه اللي كيغني نقولوا اتس ا بريفيليج. عموما على حسب ما كيقول صاحبه بان الموضوع واحد النهار تطور ما بيناتهم، بداو كيوصلوا مشاكل صغيورين هكا على قبل الطوموبيل، فقرر شعيب انه يدير لها مفاجاه. فهضر مع صحابه وكانوا عنده كونكشنز بزاف في المغرب، علاقات زعما كيعيط ليهم كيقول لهم شنو كاين وشنو كاين. فكيجي واحد النهار وكيقول لها بقاي في الدار باش غادي يجيو صحابي ومعاهم واحد الشخص فلان فلاني غادي يشوفوا الطوموبيل اللي عندك. هو كان دير ليها سوربرايز باش هي غتعطيهم الطوموبيل، وكان غيبيع الطوموبيل ديالتها وموجد ليها طوموبيل واحده اخرى اللي كان ناوي يشريها بي ام دبليو، حيت هي كانت عاجبها بي ام دبليو. من بعد ما وجد هذا الشيء وقادو، على ما اعتقد ان فاطمه الزهراء فهمت الموضوع غلط، وكان كيحسب ليها باللي بغى يقول ليها زعما راك غتبقاي لديدي لحب الملوك، مادام ما رضيتيش بهذه الطوموبيل اللي كانت عندك دابا غادي تجلسي بلاش وغادي نبيع لك الطوموبيل. فوقع سوء تفاهم ما بين الزوجين، وداك النهار اللي المفروض يجيو عنده الناس باش ياخذوا الطوموبيل القديمه او ليشوفوها، فاطمه الزهراء كيعيط لها وكيعاود كيعاود، ما كتجاوبوش في التليفون نهائيا، كيعيط على نسيبته، كيعيط على شي حد كيعرفهم، واش صاحبتها ولا خواتاتها ولا الله اعلم. المهم ان السيد ما قدرش يوصل لمراته، النهار كامل هو يعيط والسيد الاخر تيتسنى فيه، وقع سوء تفاهم. هاد الامور كتوقع ولكن هي كانت معلومه. من بعد النهار مساله وصل الليل، فاطمه الزهراء كتكونيكطا فكيعيط لها شعيب، وتقدروا تخيلوا هنايا كيفاش غتكون الحاله ديالو. وبلا ما نغطيو الشمس بالغربال، اي انسان كما بغى يكون لا مراه ولا راجل، واخا يكون عندهم غير علاقه ديال شهر واحد، مني كيبقاو يضل يعيط لك بهذه الطريقه هذه اكيد ما غيكونش المورال ديالو زوين. قال ليها فين كنتي، هي ما بغاش تقول ليه فين كانت، او ربما قالت لي واحد الجواب اللي بالنسبه لي غير منطقي. هي قالت لي انا اصلا ما بغيتكش تبيع الطوموبيل، وانت كذا بغيتي تبيع لي الطوموبيل الى اخره. فبدات كتوقع واحد المشاحنات بسيطه، ولكن في الجهه ديال شعيب بقات عنده واحد الحزه في نفسه ديال فين هي مراتي، فين كانت مراتي، علاش ما قالتش ليا فين كانت. عموما من بعد كنظن لغد لي واقيلا عاودوا هضروا داك الشيء، وقالت لي اودي راه غير البارحه انا كنت مقلقه وكذا، راني مشيت تفرقع عليا الفران او خسر ليا، ومشيت نجيب فران من عند فلان فلاني اللي كان في القصريه فلان فلانيه او المحل فلان فلاني الى اخره. بيناتهم هما عارفين داك الشيء، ولكن شعيب كان عنده طرق كيفاش يتوصل مع دوك الناس، فكيهز التليفون وكيعيط وكيسول واش مراته كانت تما، كيقولوا ليه لا مراتك ما جاتش وما كانتش هنايا. فتما فين وقع مشكل كبير، وتما فين مشكل بسيط ديال علاش ما جاوبتيش غيتحول لفين كنتي
وغيتحول لشك وغضب ورياكسون خايبه من عند شعيب، حيت قرر انه يدير ليها قرصه ودن على حسب ما كيقول الصديق ديالو. شعيب هنايا طبعا جعر ومعجبوش الحال، وتقدروا تخيلوا انه ولات واحد التنشن في العلاقه عندهم. كيكونتاكتي واحد من المحامين اللي كان كيعرفهم، كيقولوا باللي صديق ديالو، وكيقول ليه بغيتك تصيفط ليا واحد الرساله او بحال واحد طلب ديال الطلاق اللي ماشي حقيقي، ماشي من المحكمه، غير بغى بحال تقولوا يخدخدها شي شويه، بحال بغى يزعزعها يفهمها بانه خاصك تجمعي راسك معايا، يشوف لا رياكسيون ديالها الى اخره. هذاك الشيء اللي وقع، فكيصيفط لها طلب الطلاق، كتوصل به فاطمه الزهراء اليوم، هو كي هنا خدام كيتسنى شوف الرياكسيون ديالها كيفاش غتكون، واش غتخلع، واش غتهضر معاه في التليفون، واش غتقول لي زعما علاش درتي ليا هكا. فاطمه الزهراء تبارك الله عليها، ما شاء الله عليها، عطاها الله واحد الشخصيه قويه. اكيد انها غتكون تصدمات، ولكن الطريقه باش تعاملات مع الموقف كانت شجاعه جدا. هزت وليداتها، قطعت اول طياره من ورا ما وصلت هذيك البرا، صبحت عنده هنايا، يعني بات فاق الغد ليه لقاها في الدار عنده، ما عرفش باش تبلا تصدم، ما توقعش ديك الرياكسيون، فجات عنده باش تشوف شنو كاين. المهم مني جات لهنايا كيبداو علاقه عاديه، كيبداو يتخاصموا ويتحاطوا ويتحاسبوا داكشي، وهذا شيء متوقع وعادي. فهو هنا يبين ليها بانه هو راه باغيها، وبانه كانت قرصه ودن، كيدوزوا واحد المده فيها هاك واعراء مشاكل كذا كذا. ففاطمه الزهراء فهذيك المده كانت طبعا جالسه في الدار، كيعطيها الكريدي كارد باش كتصرف، عندها كلشي المستلزمات ديالها، ولكن الطريقه باش كانت كتصرف ماشي طبيعي ومعجبات شعيب. فلاحظ شعيب بأن الطريقة باش كانت كتخسر الفلوس غير ممنهجة وغير مقننة، قال الزوج والأعوان ديالو باللي كانت كتمشي لستاربكس كل صباح تفطر فيه، كانت كتمشي لستورز ولا المحلات وكتاخد دي مارك، كتاخد شي حوايج اللي غاليين بلا ما تشاور معاه. وآخر حاجة اللي كانت فغيمو عليها حخدا ليها الكريدي كاردز هي مشات للميسيز واحد بحالة تقولو من لي مول الكبارين اللي معروفين، وخدات حوايج ديال شي مارك اللي غالي ليه بزاف، وتجاوزات الألف دولار مليون. هو طبعا حتى كيشوف الكريدي كارد كيلقى دوك المبالغ، فمعجبوش الحال وخدا ليها الكريدي كارد. ملي خدا ليها الكارطات باش كتصرف، تما فاطمه الزهراء ما حملتش راسها وما حملتش ديك الوضع، وما عجبها كاع نهائيا هادشي اللي وصلت ليه ديال انه يحيد ليها الفلوس بهذه الطريقه، فمشات دارت عليه في المحكمه طلب ديال النفقه. طلب النفقه في المحكمه علما انه باقيين مزوجين، ما كاينش طلاق رسمي، ما مفارقين، ما حتى شي حاجه، وباقا كتعيش معاه في نفس الدار. هاد الشيء وقع واقيلا في شهر 4. ثم الكيس مني مشى المحامي معها، بحكم انها كانت هي يلاه جات في 2021 امريكان، ما كانش عندها نيفو ديال اللغه اللي تقدر تبريزونتي به راسها في المحكمه. ففاش كيدخلوا المحكمه اول نهار، كيكتشف المحامي ديال الدوله اللي عطاوه ليها باللي ما تتهضرش باللونجلي، فما لقاش كيفاش يتواصل معها، فقال لهم باللي الحاله او هاد القضيه خاصها تاجل حتى نجيبوا مترجم. من شهر 4 كتاجل القضيه حتى لشهر 7 باش يشوفوا موضوع النفقه شنو واقع فيه الى اخره. ومن موراها في شهر 7 كتسد ديك القضيه ديال المحاكمه والطلب بالنفقه. المهم وصلت فين على حسب ما كيقولوا الناس صحابو، ومني القاضي يعني سد القضيه لانه اعتبرها باقا عايشه معاه، ما خدامه ما والو، هو اللي كيصرفو داكشي، فصافي راه نورمالمون راك عايشه مع زوج وزوجه. تما في المحكمه فاطمه الزهراء تعرفت على شي واحد اللي كان عربي الجنسيه، فقالت لي شنو كاين شنو كاين، ولا القضيه تسدات. فقال ليها اودي راه بحال هاد القضايا راه ما يمكنش تربحيهم الا كانوا فيهم وفيهم وفيهم، وهاد فيهم وفيهم يعني شي حوايج ديال الغرق. فالموضوع تما غتبدا سيناريو جديد من بعد، لانه عاودت عيطت لي على البوليس مره اخرى، ثم عاودت دارت لي محضر، ثم ملي مشات عند البوليس دارت لي تشارجز اولا كلام على اساس انه اعتدى عليها وانه كان كيشدها غصبا عنها. وهذا موضوع ممكن يصيفط اي واحد ورا الشمس، لان ولو تكون زوج وزوجه في القانون الامريكي ما عندش الحق الزوج انه يقرب للمراه بدون الرغبه والموافقه ديالها، وفي ديك الحاله كتعتبر. هنا شعيب القضيه غادي تحول عنده من مجرد قضيه ديال الكريدي كارد ومساله ديال خليتك في المغرب شنو جابك، القضيه ديال قال صاحبه اللي طلع على الوراق في المحكمه بانه المعاينه ديال التليفون ديالها بينات باللي كانت كاتبه دي ميساج هي وصاحبتها مقربه كتقول ليها فيها باللي ولد
تتن راه والله تنغرقوا والله تندير ليه والله تندير ليه. وهذا الشيء كيدل على انه شيء متعمد، كيبان بان شي وحده اللي مني جات اصلا من المغرب في ديك المده كانت ناويه انها تنتقم من ديك البرا اللي جات على غفله. كذلك كيقول صاحبه باللي انها دارت لي تشارجز بان البناء وليداته كيتعامل معهم معامله خايبه. ملي كيسولها القاضي واش كيضربهم واش شفتيه، كتقول ليه لا ما شفتوش، ولكن انا ملي كنخليهم معاه وكنجي كنلقاهم ما كيهضروش ونفسيتهم بحال مختلفين عليا. الدراري ما كنعرفهمش. اكثر حاجه صعيبه هي النفسيه. كذلك في نفس الوقت ملي قالوا ليها واش متاكده ولا عندك دليل واش عمرو ضربك انت ولا كذا، قالت لهم لا، كتقول باللي انهم عمرهم ولادي قالوا لي ضربهم، ما عمر كذا. من غير واحد المره لقات شي علامه زرقاء في ولدها. السيد دخل الحبس وتحكم عليه ب 11 عام. 11 عام راه ما يجمعها غير فم. انا حتى لهنايا سمعت وكنقول الله اعلم، ربما الزوجه عندها شي حوايج كبارين 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 للصديق ما عرفهمش واللي هي حاسه بهم وعارفهم، اللي مشات حتى لهاد الدرجه ودفعات بيه تكركب. اكيد عندها شي سبب ديالها اللي خليها دير هاد الشيء. فاطمة الزهراء كتقول بانه فعلا هاد السيد كنت كنبغيه، فعلا كنت عايشه في المغرب مده 10 سنين، كنت كنجي وكنمشي، فعلا ما كان مخصصني من حتى شي حاجه، كنت مرتاحه، كيصرف عليا كاع الناس داكشي اللي قالوه كاين حقيقه، داكشي لي زاكسسوار والحوايج واللباس وداكشي كيسوى الزباب الفلوس اللي كانوا عندنا انا وياه، ولكن المشكل ماشي فيا. كتقول هي المشكل فيه هو، هو من النوع اللي كيبغي يشري الماركات، هو من النوع اللي مهووس بالماركات. بالعكس انا كنت كنقول ليه ما تشريش داكشي بارك علينا ودا، ولكن هو ضروري كان كيبغي يشري داكشي وتعجبو الحال. حتى لذاك النهار اللي قالت هي باللي انا بغى يشري ليا هو الطوموبيل وانا قلت ليه لا ما كاينش، علاش؟ بارك عليا غير هادي اللي عندي وزيدون انا غناوي نجي زعما الميريكان فغتبقى محطوطه وداكشي، ما كاينش علاش انك تصيفطها ليا دابا ولا تشريها ليا. حتى كيجي النهار اللي تفرقع ليا فيه الفران، خسر ليا الفران ديالي، فخرجت مشيت نقضي الغراض. طبعا ما قالتش اشنو فين مشات ولا علاش وشنو، كاينين شي حوايج احتفظت بهم الدراسه وانا كنحترم الخصوصيه. ما قالتش بانه تقلق حيت ما كانش كتجاوبو ولا غير ولا شك. اللي قالت بان هي باغا تدافع على الماء الوجه ديالها وبان كلشي كيعرفها بان انسانه محترمه وداك الشيء، وحنا ما تنشكوش في هذا الامر هذا لان الخلافات كتوقع. وقالت زعما بانه ربما ما سمعتش التليفون ولا شي حاجه بحال هكا، ومني هضرات مع شعيب هضروا عادي، ولكن جالسه واحد النهار قالت لك في داري مقابله وليداتي مطيبه مصبنه كذا، جالسه مع ليا ما بيا حتى كيدق عليا واحد جاب لي البر ديال الطلاق. ما كانش غير من المحامي، كانت جايه من المحكمه، يعني لم تكن قرصة ودن بل كانت فعلا استدعاء ديال الطلاق يعني حقيقة. وهي هذاك الأمر صدمها، قالت بأنه ما عمرها توقعت شعيب بغيت تفرق عليها، بأنهم كانوا عايشين قصة حب زوينة، ما فهمتش شنو واقع. ففعلا قالت لك جمعت وليداتي وجيت لعنده هنايا باش نحط عيني في عينيه وباش نشوف شنو كاين، وقالت لك انا انسانه ما باغاش نطلق وباغا نبقى مع راجلي، وهذا الشيء يحترم وما فيه حتى كلمه العيب. ملي جات لهنايا عيطت لواحد من صحابو المقربين اللي كانت كتعرفهم هي وكتعرف واحد البنت اللي كتكون معاه ولا مرته ولا الله اعلم، وجاو معاها للدار لانها ما كانتش لاقيه شكون يوصلها. المهم وصلوا للدار، ولكن ملي شافها شعيب تسعر، جاتو هيستيريا، قالت لك تعصب، غوت، بغى ياكلها. بقاو معاه الناس بشويه بشويه حتى كلموه، حتى دخلت للدار هي وليداتها، قالت لك مده ساعه تقريبا وهما في الزنقه ما بغاش يخليهم يدخلوا، زعما وقعوا نقاشات لانه ما توقعش نهائيا انها غتجي، ولكن اللي عطى الله عطاه ودخلوا للدار وجلسوا. ومن بعد واحد المده بسيطه رجع عندها شعيب، قالت لك وجلس ليا تحت رجليا وطلبني وطلب مني السماحه، وقال لي انا ما يمكنش ليا فاطمه الزهراء نتخلى عليك، واش كتفهمي شنو انا نتخلى عليك؟ راه مستحيل. والمهم حطوا الراس على الراس ورجعت فاطمه الزهراء وشعيب العلاقه عاديه. قالت باننا رجعنا وعشنا شهرين تقريبا في امان الله، ما كاين حتى شي مشكل. شعيب اصلا داز يومين ولا نهار ولا شنو مشى شد الطريق عاوتاني كيخدم، وهي بقات في دارها. من بعد شويه بشويه قالت بلي انه بدا كينقص عليها المصروف ولا ما تيخلي ليهاش باش تصرف، وهي قالت بلي بدات كتخيط، كانت شاريه ماكينه الخياطه واحيانا كتصاوب الكيك ديزاين وكتبيع داكشي اللي كتصاوب، بس كديباني بالفلوس اللي عندها. حتى لواحد النهار تخاصموا اولا تناقشوا وكيحيد ليها فعلا الكريدي كاردز، قالت، وحيد ليها جوج تليفونات اللي كان جابتهم معاه من المغرب اللي قالت هو اصلا هما اللي كان شاريهم ليا، ولكن ملي جات لهنا حيدهم ليها. عموما ما بقات عرفات فين مشى وما بقاتش لقات ما دير. هنايا شويه كتقول الزوجه بانه عيط ليا وهضر معاها وقال ليها واش انتي كذا وكذا، المهم ولكن انا ما فهمتش كيفاش عيط ليها وهو حيد ليها التليفونات. صاحبه في المقابل قال بلي حيد لها التليفونات اللي جابت من المغرب وجبد واحد جديد وعطاه ليها ايفون. عموما هنايا وصلت هي قالت بلي انا كنت صابره، بانني انا كنت هزه معاه الهم
بزاف هاد السيد اللي كيبان لكم نتوما مشى 11 عام، انا كنت صابره معاه مده 10 سنين، كان عنده مشاكل مع مراته الاولى، عائلته اولا بنت خالته الاخرى وصاحبه كيقولوا باللي عنده علاقه طيبه مع مات ولادو، ومات ولادو كانت باغا تطلع لايف وتقول وباغا تمشي للمحكمه وتشهد وتقول بانه معمرو قصر في النفقه وبانه علاقته معها مزيانه ومهتم بوليداته. مراته فاطمه الزهراء قالت بانه هادشي كذوب وبانه ما كانش كينفق على وليداته الاولى وعنده علاقه خايبه، واصلا قالت لك ملي تزوج بيه كانوا عنده كريديات غير كيبان في الواجهه لاباس عليه، ولكن لحد الان عامر بالكريديات، راس ماله غير الحوايج ولكنه ما عندوش فين يودي الراس بالكريديات. وداكشي علاش انا كنت عايشه في المغرب وهو كان عايش هنايا، بسبب انه كانوا مشاكل وانا هي اللي صالحته مع العائله ديالو، ماشي كما كيبان للعلن، لان صحابو بزاف طلعوا هضروا وناس حاولوا يجمعوا ليه الفلوس من يدخل الحبس باش يعاونوه، وكل شيء كان كيقول بانه انسان طيب، ماشي من النوع اللي كيجبد صداعات، انسان كريم، انسان زعما متواضع كذا. ولكن هي قالت باللي انا الوحيده اللي كنعرفو حيت كان عايش معايا بانه ماشي طبيعي وكيخصو يمشي يتعالج. انا ماشي غنبرئ نفسي، انا كنقول الحق، انا عندي، انا قلت لك كنقول الحق، انا كنقول هذا الانسان هذا اللي الناس كيقولوا مسكين وهذا، لا لا خويا، هذا هذه هضره خاويه، لانه اصلا خصو يتعالج، وهذا هذا هذا الواقع. وهذه القضيه غتكون انت مقرر كوني انت اللي علي شحال هادي. انا قلت لي انا ملي كان كيبات كيبكي وكيقول لي واش حنايا علاش الناس ما كيبغيونيش، كنعمقو كنقول لي لا راه الناس كيبغيوك، راه هما اللي خايبين ماشي انت اللي خايب. وبانه وخايبه لكم ضريف وخا كذا، انا عيشني في الهم وانا اللي كنت فاهمه اشنو كيوقع بيني وبينه، الله اعلم ممكن يكون انسان مريض نفسي، هي الوحيده اللي كيبان لها شي تفاصيل الى اخره. عموما قالت لك من بعد ما حيد لها دوك الفلوس وداك الشيء كامل ما بقاش لقات باش تصرف، قالت لك صافي ما بقى عندنا باش نصرفه، هو كان كيمشي سيمانه كذا كذا ولا اكثر، ثم من موراها كتضطر هي تبيع وتشري ولا كتصوب داك الشيء اللي كتخيط ولا وريفر، وكتبدا تعيش بداك الفلوس ديال اللي عندها. وثم عيطت لي على البوليس المره الاولى وعيطت لي على البوليس المره الثانيه من بعد ما جاو دا كاع الفراش اللي كاين في الدار. بديت كنغوت عيطت على جاراتي، دخلوا جاراتي عيطنا على البوليس، جاو البوليس شافوا داك الشيء. انا واحد النقطه اللي ما فهمتهاش هو ان الشؤون البوليسيه خرجت وعيطت ليه هوايا، ومني عيطت ليه اعترف ماشي نكر في الاول نكر، حيت هاد التسجيل ديالو حطوه في المحكمه العليا اللي كنا حاضرين فيها، هاد المحكمه العليا اللي كنا فيها هاد التسجيل تحط تقدم. قال ليها دار داري والمرأة مراتي والمعلم معلي. هادشي طبعا من بعد ما كانت ديجا دفعت المحاكمه. الممكن ما عاودت لكم في الاول على قبل النفقه، لان قالت لك ما بقاش مخلي ليا ما نصرف، مشات للمحكمه اوتوماتيكمون، فهمتوني؟ جاتني هاد الخطوه شويه جريئه انا. المهم هي هادشي اللي دارت، وطبعا من هادشي كله لم يكلل بالنجاح. مني عيطت لي على البوليس المره الثانيه فقالت ليهم باللي شنو كاين شنو كاين، طبعا نتوما كتعرفوا مني كيوقع مشكل ما بين زوج وزوجه وكديكلاري كيديوك تيجلسوك احيانا السوشيال، هما اللي كيجلسوا معاك السوشيال سيرفيسز، الناس اللي عندهم علاقه بالخدمات الاجتماعيه، واحيانا حتى البوليس. هي قالت بلي انا مشيت عند دوك الناس اللي عمره دار، كانوا مهتمين بيا، تعاملوا معايا مزيان، جلسوني عطاوني قهوه شنو تشربي شنو تاكلي شنو هادي، وبقاو كيهضروا معايا وانا كنت قلبي عامر وطيب، وبقيت كنعاود لهم وانا ما اتهمتو ما والو، انا عاودت غير داك الشيء ببساطه كما وقع. ولكن واحد الحاجه هي انه حنا في هذه البلاد هذه احيانا تترجم الافكار ديالنا العربيه لمعاني مختلفه عندهم في الثقافه ديالهم. انا نعطيكم مثال، يعني انا مني غادي نبغي نمشي عند الطبيبه مثلا كيسولوني اسئله اللي خطيره بزاف، شكون اللي عايش معاك، واش الزوج ديالك يدخن، فاش خدام، واش كتحسي نتيا بشي ازمه نفسيه، ضغوط نفسيه، امتى اخر مره حسيتي براسك مقلقه او لا كذا، واش كتنعسي مزيان، واش تفاصيل اللي ما عندهاش علاقه مثلا مع الدرسه. يعني واحد غادي على الدرسه علاش تسولوني هاد الاسئله اخرين كلهم؟ ولكن احيانا بعض الناس كيجاوبوا بشكل ارتجالي كيسحب لهم راه مهتمين بهم، هما راه ماشي مهتمين بك انت واش كتعيش انت الطوب دو الطوب، مهتمين فعلا ولكن راه مهتمين باش ينقيو المجتمع من العنف الاسري الى اخره. يعني هادو مجهودات كيديروها هي مهمه ومزيانه، ولكن احيانا تقدر تترجم للغلط. يعني مثلا انا غادي نجي غنقول لهم اخر مره كنت معصبه هو اليوم في الصباح بسبب واحد الخلاف مع الزوج ديالي، اوتوماتيكمون حليت واحد الباب اللي اصلا ممكن يكون خلاف عادي، ولكن ممكن داك الخلاف تحل عليه دوسي اللي يجب تتبعه من بعد. فغنلقى راسي انا دخلت الزوج ديالي وراسي في متاهه، وهاد المتاهه كتقول لي بلي هي اللي دخلت ليها. راه الحياه عادي، واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها، راه حتى حد ما 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 بيرفكت، حتى حد ما ما صافي، راه كامل مكمول. لا تا كامل اخويا، دخلت اخويا المحكمه، دخلوا لي اخويا لواحد المكتب، تكلقى راسي في دوامه اخرى وفي عالم اخر
وفي زينو جيم وليت كنقول انا جدالي كبر عليك الماتش هاد اشو شداني خليني نكمل لك دخلوني خذاني واحد البوليس وداني لواحد المكتب عطيني مكتب فيه واحد الناس العمر هذا واحد الشاب ما نقولش لك والاداب والظرافه وبغيتي قهوه بغيتي ما وجلست وهذا الله عمر هذا بحق يتقال وانا وحده محقوره ما عندها لا خو لا خت لا حنين لا رحيم لا تحد في هذه الارض السعيده ما لقيتش اللي يعتقني ونفسي خايبه كون كنت شي وحده اللي هذا تقدر تسعى لي زعونوني عافاكم ساهموا لي ما كنسعاش ما كنطلبش نفسي خايبه صافي دخلت دوك يسولوني بداو معايا باول حاجه وقتها جا شنو كان لابس فين دخل ومني خرج انا كجاوب بصراحه جاوبت على كل شيء بقيت غادة 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 وصلنا لهذه النقطة هذه اللي هي سولني واش هاد السيد قرب منك قرب مني كنتي باغا لا ما كنتش باغا كنقولها ما كنتش باغا والنهار اللي هو اصلا هذاك من هذيك الليلة الأخرى عرفتي اش قال لي هذا لا ما ننساش هذا غادا معايا للقبر قال لي شوفي قال لي شفتي قال لي ديالي قلت لك انا كنت كنجاوبهم غير ببساطه على داكشي اللي تيسولوني ومني وصلت لديك النقطه ديال قالوا لي من بعد ما مشى داك الاسبوع ورجع واش كانت بيناتكم علاقه حميميه قلت لهم اه قالوا لي واش انت كنتي باغا قلت لهم انا ما كنتش باغا حيت كنا مخاصمين بوم لصق لي هو فهمتوني دابا وهذا الشيء كيفاش تطورت الاحداث ولصق للسيد تهمه قد قد هكاك ولكن نقولوا حنايا ما كنتيش قاصده انك تغرقي بهذاك الاسلوب وبهذيك الطريقه وما كنتيش قاصده انك تقولي بانه دار لك داك الشيء كنتي فقط باغا تطالبي بحقوقك اللي هي الفلوس واحد لا بارتي من الكلام ديالك عندها علاقه بالفلوس يعني ما كيصرفش ما كيديرش ما كي انا بلاتي هذا عبد المذنب هذا راه كانت عندي دار راني من الزواج ديالي تمشيت 200 مليون اللي خليت على قبل ولادي علاش دخلتي الوليدات في الموضوع وشنو هما التفسير ديال الميساجات اللي صيفطتي واللي كيدلوا بانهم كان عندك تخطيط مسبق باش تصيفطي ورا الشمس كيقول لك انا حضرت في المحكمه وشفت وشفت وهي اخويا شفتي وهذوك الرسائل انا نحطهم لك اخويا العالم كله غيشوفهم واي وحده كتشوف اي وحده كيعاملها راجلها خايب راه كتجمع وكتعاير وكنقولوا وكنجمعوا عادي علاش ما تفكرتيش مثلا شي حاجه زوينه اللي فايت مصرفها فيك علاش مني حيد لك الكريدي كارد مثلا وقال لك ما تصرفيش ما قلتيش نجلس انا وياه اطابل ونشوف علاش وكيفاش اولا نطلقوا كاع حنايا وتخرج لك النفقه ديال وليداتك هنايا وعادي وما عندك حتى شي مشكل بدون ما تمشي في هاد الخطوات هادو اللي فيهم كيبان لي انا واحد النزعه ديال الانتقام ونقدر نكون غالطه قلت هي باللي انها كانت كتجيبها من عرق كتافها وبانه فديك المده كاع اللي جات لهنايا تقريبا من بعد شهرين ما بقاش كيصرف عليها وبان دخلت في ازمه وتحد ما كان كيعقل عليها تركيزها في الكلام كله لم يكن على اشنو دارت هي وشنو دار هو في رده الفعل وعلاش هي دارت داك الشيء كانت كتركز في العذاب اللي عشتو انا من حيد ليا المصروف العذاب اللي عشتو انا في العشر سنين نقولوا حنا كنتي انتيا متزنه وكل شيء ولكن هو طيش منه ما حملكش تجي عنده ما بغاكش تجي تنبتي ليه هنايا مثلا هو خايب يعني نقولوا حنا ما تفرضا لان ممكن ما حملكش بغا سيدي هو يبقى مخلوي بغاك تبقاي بعيده عليه في المغرب باش يدير اللي بغا هنا لحيت كاينين هاد النوع هذا تيبغي مراتو تبقى بعيده وهو كيبغي الحريه فمني جات هنا وزيراتو معجبوش الحال فتا هو بغي يزيرها باش تطج وتهرب وترجع للمغرب فرضا غنمشيو مع هذا الفكر هذا مني حيد لك الكارطات وقلتي انني كنت كنخدم كيفاش انت كنتي كتخدمي وانت كتعرفي تخيطي وتبيعي وتصاوبي الكيك ديزاين وانت يلاه جيتي يعني يلاه جيتي كيفاش كتعرفي الناس باش تبيعي وديري بزنس حيت هذا راه كتعتبر بزنس راه ماشي شي حاجه سهله والناس اللي عايشين في امريكا قولوا لي واش تتفقوا معايا ولا لا حيت راه ممكن تخدمي ولكن غندخلك غير واحد شويه المصروف لان شحال ديال الكليان عندك انت كاع واش عندك باتيسري واش عندك محل ديال الديزاين وديال التكستيل يلاه غتكوني كتبري كل شي شويه الخياطه وهادشي راه ما غاديش يوفر لك حتى شي حاجه لان الاثمنه غاليه الحاجه الاخرى هي انه في الهضره ديالها كان واحد التناقض ديال حيد لي التليفونات ومن بعد عيط لي وهضرنا وكذا وعيط لي صاحبو فاش هضرتي مع هاد الناس من بعد ما حيدك التليفون صاحبو كيقول باللي هو عطاك تليفون جديد يعني الكلام ديال صاحبو كان منطقي اكثر الحاجه الاخرى هي انه من رفعتي عليه القضيه الاولى ديال النفقه ومشات لك فالصو ومديتي منه الحق لا باطل بقا تقدري تكوني جلستي مع اطاول وتقولي ليه ودي شوف اجي نطلقوا وغتمشي ديك الساعه ديري نفقه اللي تكون منطقيه ديال اكيد مفروض عليه ديك الحاله ينفق على وليداته مفروض عليه ولكن انت ما خديتيش هاد الخطوات هادي انت فضلتي تمشي وتعاودي تعيطي لي على البوليس جوج المرات وتعلميهم بانه تعدى عليك
وهذه القضيه هذه كانت كفيله بانها تقلب جميع الموازين في القضيه وبانها بوحدها. وانا كنعتقد لو كانت النيه حسنه ومن يوصلوا معك لهذه المسائل هذو تقدري تقول لي ما بغيتش نجاوب على هذا الامر بالضبط، ممكن نقزي السؤال. فعارفه انه الموضوع الا مشى في هذا السياق هذا غادي يؤدي النتيجة خايبه، على الرغم من الضغوطات اللي ممكن تكوني دوزتيهم. كتبقاي تفكري في انه راه ولد بلادك، في انه راه واحد النهار كانت بيناتكم علاقه حب، في واحد النهار تحدى دارهم على قبلك، في واحد النهار راه كان كيكسيك ويصبطك ماشي كيكسيك كسوة عاديه، كيصرف عليك بالملايين، يشري لك الطوموبيل اللي بغيتي ويخسر عليك، هو كيضرب تماره وانت كدوزي في الكارط عادي. مهما كان غتفكري غير شي حاجه زوينه وتقولي على الاقل ممشيش معه الحبس. 11 عام ديال واحد جا لأمريكا دوز فيها سنين، كان كيخرج في الصباحات ويدوز الليالي والنهارات شاد طريق أولا في الثلوجات في البرودات في الغربة في الهم، نقص جزء كبير من الحياة دياله. مني كنقول الحياة كنقصد الهوية، كنقصد الانتماء ديالنا. مني كنتحيدو حنايا من الوطن ديالنا وكنمشيو لواحد البلاد اخر، راه اوتوماتيك مو كيطيح منا بزاف، بغينا ولا كرهنا كنضحيو بزاف د الامور في سبيل ان الواحد يعيش واحد العيش كريم. وهذا الشيء هو اللي كينطبق على شعيب وغيره 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 من بزاف المهاجرين، ولكن هذا الشيء كله كنجمعوه وكنقولوا الحمد لله على كل حال، وهذا هو نصيبنا في الحياه. وكنصبروا كيكونوا عندنا احلام باش ناكلوا ونوكلوا وباش صحنا نزيدوا القدام، ولكن باش كطوع عليك 11 عام وتخيلي من وراء ال 11 عام شنو غيكون المصير ديالك ملي غتولي حباس، راه ماشي شي حاجه عاديه. انا ماشي كنقول هي ظالمه، انا كنقول ممكن تكون فعلا مظلومه، ولكن الله دار الفراق دار الطلاق، وانت في دوله اللي غتضمن لك الحقوق ديالك من مورا الطلاق. عموما انا هنايا غنحبس لانني كثرت الهضره، سي شعيب حاولوا صحابو انهم يديروا لي واحد لاباج ديال GoFundMe اللي يجمعوا لي فيها تبرعات باش يقدروا يجيبوا لي شي محامي متمرس، حيت باقي عنده الاستئناف نهار 7 في شهر 4 2023. ولكن للاسف هذيك لاباج والتبرعات اللي جمعوا تفرتكات ورجعوا الفلوس لماليهم، ما عرفتش علاش ترفضات، واش قانونيا ميمكنش يجمعوا التبرعات لشي واحد اللي متهم. اللي غادي نقولوه هو الله يطلق سراحه، نتمنى من الله عز وجل يلطف القلوب. غادي نحبس الفيديو هنايا ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم. دابا نسي لي بنادم، دابا الناس علاش تعاطوا هما كيقول شتي كون كنتي هو صيفطك ب 11 عام غادي نطلع انا وغادي نقول واحد المغربي صيفط مرته 11 عام. خصك تفهمي هو غاديك ال 11 عام علاش كنهضروا، انا ما كنهضرش عليك انت كاسين.